السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. عندك ولدك يقرأ ولا لا؟ بيان سور، عندي أبناء في كل عائلة الجزائرية، عندي أبناء في الدراسة في الطور الابتدائي والطور المتوسط. هم واجدين شوية باش يدخلوا يقرأوا ولا لا؟ نورمالمون نوعا ما واجدين، وكانت عندهم خرجات سياحية شاطئية، سياحية غابية. خصنا لهم وقت مريح في العطلة الصيفية، جوزوا وقت لباس به، خاصة في السياحة الشاطئية. مع العلم أنني أقطن في ولاية بومرداس، ولاية سياحية بالدرجة الأولى من ناحية السياحة الشاطئية. السلام عليكم. وعليكم السلام. تقرأ ولا لا؟ بيان سور. وش من سنة تقرأ؟ ثانية متوسط. هاك واجد شوية تدخل مدرسة ولا لا؟ واجد. تقرأ ولا لا؟ تقرأ. وش من سنة تقرأ؟ سنة أولى متوسط. هاك واجد باش تدخل وتقرأ ولا لا؟ واجد. يعني واجد. كيفاش جوزت العطلة؟ لا في بحر. هذيك الشارع. تقرأ ولا لا؟ تقرأ. وش من عام؟ راسي تقرأ والفيا. هاك واجد شوية تدخل المدرسة ولا لا؟ هذي واجد. كيفاش جوزت العطلة تاعك؟ صافا مليحة.